أحسن الله إليكم، هذه مستمعة من الأردن بعثت في مجموعة من الأسئلة تقول: فضيلة الشيخ، عندي أولاد زوجي، قمت بتربيتهم وأحسنت في تربيتهم وأحبهم ويحبونني، فهل أعتبر ككافل اليتيم لهم وهل أؤجر على ذلك مأجورين؟ هؤلاء ليسوا أيتام إلا إن كان أبوهم قد توفي، إن كان أبوهم قد توفي وكفلتيهم هذه كفالة يتيم، أما إذا كان أبوهم حيا فهذا إحسان وليس هو من كفالة اليتيم، لكنه إحسان وبر وفيه أجر إن شاء الله. نعم.